وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، فقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فمن هذا الباب ومن هذه المسؤولية، فإنه يجب على كل إنسان أن يقوم بمصالح من تحته تربية وتنمية وتنشئة صالحة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك مسؤولية الأبناء والأولاد والبنات، أن يربيهم الإنسان التربية الصحيحة حتى ينجو من هذه المسؤولية أولاً، وحتى يفوز بدعاء هؤلاء الأولاد الصالحين له، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم صالح ينتفع به، وولد يدعو له. فإذا مات الإنسان لا يلحقه من الدنيا من العمل الصالح إلا ثلاث أشياء: أولاً الولد الصالح الذي ربي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون باراً بأبويه ويدعو لأبويه بعد موتهما، وكذلك العلم النافع، وكذلك الصدقة الجارية كأن ينشئ بئراً أو أن يبني مصلحة للمسلمين. وحتى يربي الإنسان ولده هذه التربية الصالحة، نأخذ نموذج من القرآن. ربنا سبحانه وتعالى نزل في هذا الكتاب العظيم القرآن الذي هو أعظم الكتب على أفضل الرسل صلى الله عليه وسلم، الذي به صلاح حياة الناس. ربنا جاب لنا قصة في صورة كاملة، وهي قصة لقمان الحكيم. قال الله سبحانه وتعالى يبين لنا كيف ربى لقمان ولده التربية الصحيحة: ولقد آتينا لقمان الحكمة. قال العلماء: وهي الرشد والصواب وموافقة الحق، فكان حكيما يضع الأمور في نصابها. وإذا كان هذا الرجل حكيم، ربنا يا أخواننا ذكروا لنا في القرآن عشان نقتدي به وعشان نسمع كلامه، لأن القرآن لا يذكر إلا الأمور العظيمة. ربنا سبحانه وتعالى قال: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. دي أول ركائز التربية: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أول ركائز التربية إن يا أخواننا زول يا رب الولد على الإيمان بالله وعلى معرفة الله وعلى محبة الله وعلى تعظيم الله وعلى الخوف من الله جل وعلا. فإذا رب الإنسان ولده هذه التربية الصحيحة، فإن هذا الولد يتقي الله في أبيه ولو مرض ولو ضعف ولو كان عنه غائبا. الليلة كثير من الناس بيشكو إن الولد إذا كان أبوه ما فيش أول أمر بعيد، يقول لك ما بمش عادين، لأنه يحتاج إلى التربية الصحيحة، إلى الخوف من الله. ربنا قال: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. لأن ربنا سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته براو، ونهانا أن نشرك بالله، يعني نعبد مع ربنا أحد سواه.
والشرك يا أخواننا العلماء قالوا مأخوذ من الضم والجزء والنصيب. يقول لك الليلة نحن دايرين نزرع واطة مثلا، أو عندنا نخل، أو ماشيين نعمل لنا شركة ذهب مثلا، فأي زول بيجيب جزء من القروش وبقسموهن، وأي زول بيدوه حظ ونصيب لما المشروع بتاعهم ينجح، هذا هو الشرك. فربنا خلقنا عشان نعبد براو، والعبادة ما هي أخواننا الصلاة براها، ولا الزكاة براو، ولا الصوم براو، ولا الحج براو، ولا بر الوالدين براو، دي كلها عبادات، لكن من العبادات الدعاء والخوف والتوكل. كل العبادات دي تكون لله، ما تدعو أحد مع الله، ولو كان ملكا مقربا، ولا نبيا مرسلا، ولا وليا صالحا. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الجن: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لا يذهب الإنسان إلى ساحر دجال عشان يعرف له أو عشان يكشف له أو غيره، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. ولما جاءت جارية في صحيح البخاري تمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومديح الرسول عليه الصلاة والسلام بالحق، هذا جائز ومن الدين، لكن لا يتجاوز الإنسان الحد. فقالت: وفينا رسول كذا، وفينا رسول، بتشكر في النبي عليه الصلاة والسلام، لغاية ما حصلت في القصيدة وقالت: وفينا رسول يعلم ما في غد، يعني قالت النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب. فمن رد عليها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: قولي بما كنت تقولين، يعني الكلام الجبال كله صح، فإنه لا يعلم ما في غد إلا الله. أول وصية: ألا يشرك الإنسان بالله شيئا. ويا أخوانا الدعاة لما يكلموا الناس في التوحيد وأمر الشرك ما بيتهموا الناس إنهم مشركين، لأن ربنا قال له: سيد الخلق وسيد البشر وسيد الموحدين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا قال له: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام وحاشاه ولا حصل وقع لا في صغيرة ولا كبيرة وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام، ربنا قال له الكلام ده نحن كيف؟ عشان كده إبراهيم عليه السلام كان من دعائه: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ما قال لي: يا ربنا ما داير أعبد الأصنام، قال لي: وجنبني، يعني أكون في جانب والأصنام وعبادتها في جانب ثاني. لأن أخواننا الليلة في كثير من مظاهر الشرك تنشر للأسف الشديد على وسائل الإعلام وفي بيسموها مدايح وقصائد، للأسف الشديد. وما هي القصائد اللي كان بيعملوها الصحابة؟ زول يقول لك: سلام عليك أحمد يا حبيبي، صح، سلام عليك يا مسكي وطيبي، سلام عليك يا كاشف الكروب، ده غلط. لأن ربنا سبحانه وتعالى نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. كثير من الناس إلا من رحم الله بيمشوا ليزول يكتب لهم حجاب. وقد قال جاء عشرة طره حديث عقبة بن عامر في مسند الإمام أحمد: هذا كلام سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. جو عشرة أنفار دارين يخشوا الإسلام، قال: فبايع تسعة وأمسك عن واحد. واحد النبي عليه الصلاة والسلام ما قبل منه يخش الإسلام، فقالوا: يا رسول الله بايعت تسعة وتركت هذا، ما هو السبب؟ قال: إنه معلق تميمة. التميمة اللي هي بنعرفها الآن حجاب، يقول لك دي للعين ودي للعارض، وده حجاب محبة وده بجيب الرزق، وده للعارض بيكون معلق في العربات إلى آخر. قال: فأدخل الرجل يده فقطعها، فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: من تعلق تميمة فقد أشرك. أخوانا الكلام ده ما حق جماعة ولا حق حزب
وكل الجماعات والأحزاب ده كلام فارغ وباطل. ربنا قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل فيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فالزول أول حاجة لابد تصحي عقيدة ولدك، ودي مش للولد براو، دي للناس كلها الكبير والصغير. الدار يخش الجنة لابد يصحي العقيدة. ربنا قال كده في سورة المائدة، ربنا قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. طيب ممكن يقعد في محل برا ما يخش النار؟ ربنا قال لا، ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، أي ما للمشركين من أنصار. فيبعد الإنسان يا أخواننا مما يوقعه في هذا الباطل، وده كلام القرآن كلام ربنا: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال له: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه وهنا ووضعته وهنا وحمله وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فيجب على الإنسان أن يبر والديه وأن يحسن إليهما وأن يصغي إليهما وأن يعاملهما بالإحسان ولو كانا مشركين. ربنا قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. لو قالوا لك أمشي طفلك بقبر ولا جيب لي بخرة ولا حجاب ولا غيره ما تسمع، لكن بعد ده كله قال: وصاحبهما في الدنيا معروفة، تصاحبه. قال: واتبع سبيل من أناب إلي إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ثم قال: يا بني. إخواننا التربية دي تربية الخوف من ربنا، ما الخوف من الصوت. الصوت أنت لما تمرق بيرجع لعاتب، لكن إذا كان يراقب الله سبحانه وتعالى فإنه يبعد من المعاصي ويتقي الله. قال له: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، حاجة صغيرة، فتكن في صخرة من الواطة فتكن في صخرة أو في الأرض أو في السماوات يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وده فوق إنه إذا كان ربنا سبحانه وتعالى بيجيب الخردلة الما بيعرفوها بني آدم، فربنا سبحانه وتعالى يعلم ما أنت فيه من الحال، سواء كان معصية أو كان طاعة، سواء كان بر سواء كان فجور. قال الله سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فيربى الولد على الخوف من الله وعلى تعظيم الله وأن يرجو جنة الله، ويجب على الولد أن يخاف الله سبحانه وتعالى وأن يعلم أن أباك لو سافر أو غاب أو مات فإن الله سبحانه وتعالى حي لا يموت، وإن الله قادر أن ينزل بك العقوبة. فلا تغتر بقوتك ولا بشبابك ولا بنضارتك، لأن ربنا سبحانه وتعالى قد ينزل عليك من الأمراض ومن الأسقام ما تشقى به. يقول ما تسمعون: واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونفس معنى هذه الآيات جاءت في حديث عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه التعليم بالقدوة، ودي برضو فيها فائدة يا أخواننا للوالد في البيت والوالدة، إنه لما أنت تمشي تمام ولدك بتابعك، لكن ما ممكن أنت تكون معوج وبتلخبط الأمور
وترجو من الولد أن يكون مستقيما صالحا. ولذا رباه النبي صلى الله عليه وسلم على التواضع، قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. احفظ الله معناته ربنا أمر به، بادر إلى طاعة الله، وربنا نهاك عنه، أبعد عن معصية الله. احفظ الله يحفظك. لما تكون بعيد، لما تكون غائب، لما تكون منقطع، لما ينزل بك ضر، لما تكون طالب من ربنا شفاء أو عافية أو مال أو غير ذلك، احفظ الله يحفظك. ربنا بيديك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله. سبحان الله، لو كان في زول مكانته عظيمة بيستحق إنه يدعوه ويندهوه من دون الله سبحانه وتعالى لكان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له إذا سألت فاسألني، قال له إذا سألت فاسأل الله. فاسأل الله. لأن كثير من الناس يربوا أبنائهم على القصائد وعلى الباطل وعلى القصائد اللي فيها مخالفات وشركيات وفيها استغاثة بالأموال الذين يسمون بالأولياء والصالحين، فده يا أخواننا كل من الباطل. قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة، وهذا يربي ولدك على الشجاعة وقوة القلب وتحمل المسؤولية. قال له: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك. تلقاه ولد ما طمع، وبعدين اللي يدين الناس يتذل ويبقى حقير، لأنه عارف إنه لو ربنا ما كتب له ما حتبقى له. ولو أن الأمة اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لو دارين يخوفوه ما بيخاف، لأنه عارف الأمة كلها البشر كلهم ما بيقدروا يأذوه إلا رب العالمين يأذن. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ثم قال له: يا بني أقم الصلاة. وده برضو يا أخواننا فيه التلطف في الخطاب مع الولد، لأنه بني التصغير هنا للتلطف في الخطاب. قال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وده يا أخواننا فيه تربية الولد على إنه ما يخلي الغلط يمش، تربيه على الصح. فإذا غبت أنت كان هذا الولد مسؤول في البيت، تعلم على الرجالة وما يعايل لكلام الناس، يعايل للصح. ودي يا أخواننا مشكلة، مشكلة تلقى الزول يسأله في حاجة يسكت، يقول لك أنا مالي ومال المشاكل، كل شاة معلقة بعصبتها، يقول لك مالك ومال الناس إلى آخر. وهنا قال له: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر أصبر على ما أصابك. لأنه لما تأمر الناس بالمعروف وتنهاهم عن المنكر كثير من الناس بيتكلموا فيه ما بخلوك، فإنت لو سمعت كلام الناس حتخلي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى مدح النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال: الذين يبلغون رسالات الله. ما تخاف من المجتمع، وأي زول داير يبلغ رسالة ولا دعوة، داير حاجة من الناس، خايف على مرتب، خايف على منصب، خايف على مكانة، أو زول حريص على دنيا، ده ما بيقدم النصيحة للناس. ربنا قال: الذين يخشون، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. فإذا كان الإنسان كذلك بلغ معالي الأمور ووفقه الله وحفظه الله ورفعه الله. ثم قال له: يا بني لا تصعر خدك للناس، التواضع، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واغضض من صوتك
واخفض من صوتك واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحنين. فهذه وصايا جامعة ونافعة وفيها فوائد كثيرة، ولكن اختصرناها حتى لا نطيل على الناس. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وقلب مسرور وعمل صالح متقبل مبرور. اللهم لا تدع لنا في مقامنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وعنتنا على قضائها يا أرحم الراحمين. اللهم وسع أرزاقنا، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لجمعنا أجمعين وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.